بتحتفل جماهير النادي الأهلي النهاردة بعيد ميلاد الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ونجم القلعة الحمراء ومنتخب مصر السابق 69. محمود إبراهيم الخطيب مواليد 30 أكتوبر 1954. بدأ الخطيب لعب كرة القدم في طفولته المبكرة، وكان مثله الأعلى وقتها هو الأسطورة بيلي. في البداية كان الخطيب هينتقل لنادي الإسماعيلي وشارك بالفعل في فريق الناشئين لمدة دقائق، لكنه فضل التوقيع للأهلي سنة 71 وهو عنده 16 سنة. على مدار أكتر من 16 موسم نجح الخطيب في أنه يحصد مع الأهلي 10 ألقاب للدوري وخمس بطولات لكأس مصر ولقبين دوري أبطال أفريقيا، بجانب أنه أصبح الهداف التاريخي للنادي الأهلي في البطولات الأفريقية حتى الآن ب 37 هدف. حصد الخطيب جايزة أفضل لاعب في أفريقيا سنة 1983 كأول لاعب مصري يحصل عليها، وسنة 1987 أعلن الخطيب اعتزاله كرة القدم بسبب الإصابة، وفي 1 ديسمبر 2017 تم انتخابه رئيسا للنادي الأهلي، وقدر انه يحقق عدد كبير جدا من البطولات مع الفرق الرياضية بالنادي الأهلي طوال الست سنين اللي فاتت، سواء على الصعيد المحلي والقاري والعالمي. كل سنة وانت طيب يا كابتن بيبو.